أصالة عربية، وفيه أيضا قوة الجبل اللبنانية، وفيه رائحة الخليج الزكية، وفيه الطعامة المصرية تحصرك بأدائها وفنها وشكلها، فلا تستطيع إنك بسهولة تقاوم الاستمتاع بفنها. ضيفتنا غنت للعشق وأهل العشق، وغنت أيضا للحبيب وقالت: ساكن قلبي ساكن عجلي ساكن روح الروح، وغنت لجرح الحبيب وقالت: إلا يا ناس جرح الحبيب ما يتنسيش، وأخيرا غنت للماس واللون. لقاء طبعا كل الجمهور بتاعنا منتظره، تقولي إيه في أول هذا اللقاء لكل الناس اللي مستنياك وعايزين يشوفوك، تقولي لهم إيه؟ أكيد أول شيء بدي مسي عليك ومسي على كل الناس عم بيشوفونا بهالبرنامج أكيد المميز. يسعد لي مساكم، وأنا أكيد بشرفني أكون معكم بحلقة خاصة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفة أكيد عليكم. هي أنت ضيفة خفيفة وكلنا بنحبك أساسا حبيبتي. فإن شاء الله هتبقى حلقة حلوة، وطبعا واضح من شخصيتك الطلة الأولى كده وأنت داخلة علينا إنك من الشخصيات اللي نقول عليها رايقه، يعني ما انتيش ما يغركش الشك بلال الاحساس الانطباع. لذلك لازم اسالك سؤال تقليدي اساله عندنا في البرنامج، يعني امتى بتشعري بلحظه صفا في حياتك؟ هلا انا بعتقد كل انسان بحاجه لساعه صفا او وقت، نعم اكيد يكون لحاله يعيد حساباته، او انه اعتبريها ريلاكس او راحه. ايوه يمكن بعد كل مجهود او كل انجاز ناجح بتلاقيني بحاجه لساعه صفا. يعني اذا كان عندي شيء مثلا بحياتي ضغط باي مجال. طب فين تشعري باللحظات دي؟ فين ومع مين؟ بفضل كون لحالي احيانا. يمكن بعض الاوقات بكون مع بنتي، يمكن بحس بهاللحظه هيدي. بس برجع بقول لك كل انسان بحاجه انه يختلي بنفسه، يمكن لمرحلة معينة وقت معين تيرجع يسترجع قوته طبعا ومشكلة. يعني تعتقدي انه لحظة الصفا دي بتعطيكي دفعة لإعادة حساباتك ولإنك تفكري كويس وتخططي مثلا لقدام؟ أكيد يمكن هاي بعتبرها تجديد نشاط، تجديد ذهن، ترجع ببال مرتاح. وأنا بقول دايما الإنسان اللي عليه طبعا ضغوط بحياته وشغله، يعني بالحياه الاسريه، بحاجه لاجازه او لساعه صفا مثل ما تفضلتي وقلتي، يسترجع نشاطه بذهن منفتح، بقبول على الحياه، قبول على العمل، لحتى اكيد يكون في انجاز ناجح. اكيد اللحظات دي بتبقى كثيره في حياه ديانا ولا قليله؟ للصراحة قليلة جدا، بتمنى تكون كثير. انا احيي فيكي صراحتك وشجاعتك. يعني طبعا بتمنى انه يكون في دائما عندنا وقت، بس مثل ما بقولوا الزمن دوار والعجلة بتجري بسرعة، فوقت الراحة قصير. واذا حتى بترتاحي. لو اختليتي بنفسك في لحظات، ايه المكان اللي بتحبي او تفضلي انك تقعدي فيه مع نفسك؟ هل اي مكان ولا في مكان معين؟ يعني في بعض الفنانين يقولوا لي احنا عندنا كنبة في البيت بنحب نقعد عليها، وفي واحد يقول لي لا خد بعضي واروح على البحر، واحد يقول انا بحب اروح الصحراء، يعني حاجات كده. عندي مكانين، عندي غرفتي بقعد هيك بقرا قصص او شيء، بتسلى او بعمل ريلاكس، بسمع ميوزك، بعمل يوجا انا على فكره، او بحب السفر كثير. يعني بطلع على بلاد جديده وما بروح بغرض انه شوبينج او رايحه، بروح على الطبيعه. الطبيعة يمكن شوي بتجدد الحيوية، بتجدد النشاط، بترجعك ب ما بعرف هيك فريش مثل ما بيقولوا، بيبقى عندك انرجي طبعا جديدة. بس بما انك بتلعبي يوجا بقى، علمتك ايه اليوجا في حياتك؟ ايه اهم حاجة اكتسبتيها؟ بشكل عام اليوجا يمكن تركيزها الاساسي انه انه في عدة انواع يوجا. انا اللي باخذها للنفس، باخذ للريلاكس، وباخذ هيك انه يعني لتجديد الدم، هي كمان ستريتشنج بنفس الوقت. طبعا بس انا عندي مشكله باليوجا التركيز شوي، دائما بعاني منها لانه اليوجا هي طبعا تركيز. تركيز
بدك تفضي بالك تماما. ساعه صفا هي. يبقى انت بالتالي في اليوجا بتقدري تحققي الحكايه دي في اللحظه دي، ولا بتسقطي في التمرين ده؟ لا بسقط في التمرين دائما. حتى المدربه هندية اللي بتمرني، لانه هني طبعا اساس اليوجا من عندهم بالهند، فصار تعرفني بس تطلع بوجهي اذا في تنس او في حركات هيك رمشي مثلا عم بيرف، بتقلي انت مش مركزه. بالظبط. لا اجباري، طب كون عم فكر بشيء مثلا بدي اعمله ثاني نهار او نفس الوقت. فاليوجا عايزه لها تركيز قوي. تركيز. طب انا اعرف ان انت برج الميزان، هل الكلام ده صحيح؟ بتؤمني بالابراج؟ شوفي هلا كذب المنجمون ولو صدقوا يعني. نعم. بس بحب استطلاع اكثر. حب استطلاع. انه عندي فضول شوي اعرف. وما بكذب طبعا. نعم. بقول لك عندي كتب مثلا لماجي فرح. دائما كل سنه بجيب لها اياها، بتابع اذا عندي وقت. بس اكيد لا اؤمن الايمان اكيد. لانه العلم الغيب طبعا عند رب العالمين، بس انه بتعرفي كل للتسلية. امراه للتسليه. طب انت عارفه ان برج الميزان يمتاز بايه؟ ايه اهم مميزاته طيب؟ هو بحب الفن، بحب الجمال، متقلب. هذه مش ميزه طبعا، هي شيء سلبي. نوعا ما طبعا هي التقلب يمكن وتردد نفس الوقت. عادل. ما بتعبش من الشغل؟ ما بتعبش؟ ما بتعبش من الشغل. انا بحس هيك الحمد لله. يعني لهالسبب ان شاء الله اليوم معك انا. رومانسي كثير، عاطفي صح، بس عملي في نفس الوقت وقت ما يشتغل. وما بحب الغلط على فكره. يعني بحب العدل. بحب دائما اذا بشوف شيء قدامه غلط بتضايق منه. بس مش كلهم طبعا. لا بس بيقال انه بيمتلك فراسه يعني تصل لحد الشفافيه، عندك الحكايه دي؟ نوعا ما. انت لازم تعرفي. لا لا انا بسالك يعني، انت بتحسيها في نفسك يعني احيانا يعني تقولي على حاجه وكل اللي حواليك مش واخدين بالهم، وانت تقولي لا ده ما ينفعش او ده كذا، ويطلع انت كلامك صح؟ مش دايما. مش دايما، ببعض الاحيان اكيد. هيدي تعتبر يمكن الحس السادسي اكثر من انه هي شفافيه. انا بعتبر فراسه يعني. الشفافيه يمكن شوي انه البساطه او انه طيبه القلب او الوضوح او انه كيف تتعاملي مع الناس بشكل طبيعي يمكن بدون اي كما بقول مقدمات. انت مجامله ولا؟ انا دبلوماسيه. دبلوماسيه. بس مش مجامله. الى حد الى حد ايه يعني، كثير ولا شويه؟ حسب طبعا، حسب شو الموضوع، حسب شو السؤال، حسب شو اكيد الوضع اللي انت فيه يعني. طب ايه اهم عيوبك او عيوب البرج؟ بلاش هنقول ده يعني. لا ما هو يطبق على تقريبا ثلاث ارباعهم يعني. ثلاث ارباع. التردد. تردد. لانه الميزان معروف، بلبس ابيض، لا بلبس اسود، لا بلبس احمر، وين تاخذ قرار بكون الناس لبسوا راحوا على السهره ورجعوا وهو بعد ما لبس. بس بيقال انه من عيوب البرج ده انه ما بيعرفش يتاقلم مع الواقع بسهولة، لأنه بيؤمن بالثوابت، الحاجات اللي قصاده، الحاجات، ما يؤمنش بحاجات أخرى. أنا بتعرفي شو يمكن بحكي عن شخصيتي، مثل ما قلت وتفضلت، أنه الواقع الشيء اللي قدامي بحسه بؤمن فيه. يعني لازم أمسك الشغلة تحسها، أنه شيء هيك كلام أسمع مخيلات بحسها صعبة، يعني لازم يكون شيء من الواقع، واقع عم نعيشه أكيد. فما بعرف يمكن هاي شخصيتي هلا تختلف من شخص لاخر بعض الاحيان. بس بيقولوا ان يعني نتيجه لحكايه التردد دي ساعات يبقى غير صارم في قراراته. صح. ما هو لانه التردد يعني مش عارف وين بده يرسى على اي بر. حتى بتعب وبتعب اللي حوالي، بيقولوا لي خلص. يعني على سبيل المثال مثلا بنكون رح نتعشى، الكل بيطلب. انا بكون محتاره بين شغلتين او ثلاثه. اخر شيء بقول له خلص اطلبوا لي على ذوقكم، وشو ما اجى يجي. على المهم انا ما رضيتش اقول الكلمه دي، لانه بيقول احيانا ما بيعرفش يواجه، يعني تبقى حاجه مضايقاه وكده، بس ما يعرفش يواجه، ما يحبش يواجه. لا مش بالضروره. مش دايما. لا مش بالضروره. مش دايما. عموما يعني احنا زي ما قلنا كذب المنجمون. ولو ابتدينا الحكايه بقى من البدايه ونقول ديانا النجمة والمطربة اللي كل الناس بتحبها دلوقتي، حبيبتي. أكيد مرت في مرحلة الطفولة، بدأت طفولتك إزاي؟ وإمتى أول مرة دندنتي أول دندنة في حياتك يعني؟ هلا أول دندنة ما بتذكرها.
بس بعرف تقريبا من عمر 8 سنين او 9 سنين كنت طبعا حب شارك بالمناسبات الوطنيه والاحتفالات كوني انه كنت عايشه بدوله الكويت، فكان عندي دائما هيك حرص انه شارك بكل هالمناسبات رغم انه بي طبعا كان معارض. ف تقريبا 8 سنين او 9 سنين كنت غني هيك للاطفال. حتى بتذكر كان في اغنيه ل اذا ما خيب ظني لمدحت صالح، ايوه اللي كوكب تاني، انا ما بتذكرها كوكب تاني ما بتذكرها بس فكرك بتذكر يا زماني هيك بتذكر. حتى كان في برنامج بالكويت كان للاطفال يخرج مواهب. رفضك يا زماني شي رفضك رفضك يا زماني يا مكاني ياني شي هيك. أنا ما بتذكر أنا عايزة صراحة. لا لا احنا لازم نسمعه كنت تفرق والله العظيم ما بتذكرها. هلا بقول شيء ثاني. وانت صغيرة غنيتيه أكيد تفضل الحفرة لإلي دي أول حاجة بحياتي. هو مش كنت غنيها أنا بتذكر صار معي موقف في برنامج بخرج مواهب الأطفال بالكويت، فكنت دائما أحضر وكان بعتقد جايبين طبعا الفنان مدحت صالح مستضيفينه بس مش على الكويت مش على التلفزيون الكويتي بس كنت مقيم بالكويت وقتها، فبتذكر البرنامج وكنت يعني بتمنى انه اطلع غني شيء هيك فكنت طبعا اهرب من الوالد بالمدرسه شارك بدون ما يعرف. حتى الوالد بعد ما قدم استوديو الفن ما كان يعني تماما كان رفض قاطع انه تفوتي على مجال الفن مع انه هو صوته جميل وما شاء الله بالعائله يعني كلهم اصواتهم حلوه. طب كان يعني انت لبنانيه وكان في عائله اسمها عائله بندلي لبنانيين ريمي بندلي عملوا حاجات للاطفال ما غنيتيش حاجه معاهم؟ لا ما كنت معهم انا ما كنتيش معهم خالص. هنا على فكره بهالعمر يمكن انا طبعا كانوا اكبر لانه هن كانوا تقريبا اربع اشخاص او اكثر. نعم كنا نسمع لهم اكيد وبعرف شو بيغنوا هيك بس لا طبعا ما حصلش. لا ابدا ما حصلش. طيب انت بما انك ذكرتي انك عشتي في الكويت او في الخليج يعني ايه اللي استفدتي من العيشه هناك؟ بشكل عام يمكن اقتبست اكثر طريقه الاداء اللهجه المفردات يعني طبعا بفهم عليهم اكيد طبعا اكيد تعيشي معهم بس هلا اذا بتجي لل يعني اللهجه الام اللي عندهم اللهجه البدويه حتى اولاد البلد بحسوها صعبه شوي، فانا بحكي اللهجه العاميه يعني سواء بالكويت او بالامارات هلا يمكن هذا شوي كمان ساعدني باداء الاغنيه الخليجيه بشكل عام وعندهم كمان طبعا يمكن تقاليدهم وعاداتهم شوي محافظين او عندهم بعض الحفاظ اكثر على عادات والتقاليد الشرقيه. حبيتي ده نوعا ما حبيتي ده تأقلمت اكيد وعشت اكيد فيني. اكيد. طب وايه تاني يعني هل في سحر خاص للمنطقه دي يعني ليها طعم خاص ليها شخصية منفردة يعني عن دول كتير في الوطن العربي؟ الخليج قصدك؟ ما بعرف يمكن لأنه أنا عشت فترة طويلة فبحس إنه خلص تعودت على عيشة الخليج على نظامهم وعلى حياتهم يعني بسافر على لبنان طبعا أنا تركت بيروت أنا صغيرة طفلة ورجعت وما طولت تزوجت ورجعت أيضا على الإمارات فبتحسي إنه لو رحت على لبنان بحس انه ناقصه شيء النظام اللي ببعض دول الوطن العربي للاسف نحن مستفقده فهذا بحسه هنيك حلو انه نفضل لسه عندنا حته النظام حته الانضباط قوي وكده في البيوت طبعاً. الشرقيه والامن اكيد الحمد لله تحبي ده طبعا اكيد. طب في حفلات المدرسه زمان كنت بتغني حاجات في حفلات المدرسه ولا حاجه تفتكريها معقوله؟ بلا بفتكر اغاني اكيد كنا نغنيهم حتى بالبيت يعني انا واهلي فبلكي بنقول شيء هلا يا ريت سمعكم نسمع اي حاجه ممكن ايه ليش لا يا ريت بتقول دخلك ماما خبيني بحس تخرخ وشوار الباب يا عيون ماما لا تخافي البيت معود على الشباب يعني الله 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 ايه الجمال ده كنت بتغني بالانطلاق الجميل اللي انت لا اكيد بصوت طفولي يعني اذا بقول لك شغله مثلا كنت غني وسجل صوتي ارجع اسمع اقول يعني مين هالصبي الولد اللي عم يغني يا سلام لا ده انت شوفي بقى انا عايزه اقول لك على حاجه الحقيقه
ودي شهادة يعني مش مني أكيد، دي من ملحنين ومن ناس متخصصين كتير، إن كواليتي صوتك، نوعية صوتك بقت نادرة دلوقتي. ليه؟ لأن الألتو النسائي قليل من المطربات اللي بيغنوه، قليل جدا، مع إنه جميل وبيبقى حلو مع المقامات الشرقية، في عرض وفي راحة، في عرض وفي راحة. هلا في اصوات طبعا عنا بلاط من حديثك التو، بس يمكن ما عم بيبرزوا هالشيء باصواتهم. يعني عندك نجوى كرم ان شاء الله صوت عريض كمان. في كثير من الفنانات ذكرى الله يرحمها كمان كانت تغني سوبرانو وتغني التو ان شاء الله. ففي اصوات في جميله طبعا، بس انت قلتي كلمه قبل شوي، ثلاث ارباعهم عم بيغنوا السوبرانو، بيغنوا السوبرانو وبيركبوا السوبرانو كثير، فبيبقى منطقه الالتو مش دافئة. ودي ميزة الحقيقة في صوتك، الواحد لازم الحمد لله يشير إليها كمان، يعني فعلا حاجة جميلة. الحمد لله. بعدك عن وطنك الأصلي، أنت حسيتيه ولا كنت طفلة صغيرة ما حسيتيش؟ حسيتي إن خلاص المنطقة اللي أنت موجودة فيها هي دي بلدك؟ هلا أكيد أنا ترعرعت بالكويت ونشأت هناك. إجت فترة اللي هي سن المراهقة 14-15 سنة، كنت أتخيل لبنان. كنا ننزل طبعا، بس كانت فترة الحرب، يمكن نزلتنا كانت مرة بخلال الفترة اللي عشتها بالكويت. كنت أتخيل دائما الجبال، خاصة لما أسمع فيروز أو وديع الصافي، هيك استرجع ذكريات. أنا طبعا ما كنت أتذكر بلبنان، بس كنت تابع طبعا عبر شاشات التلفزة وهيك. يعني كانت لبنان موجودة في بيتك؟ يعني أكيد كانت موجودة في البيت طبعا وما زالت موجودة أكيد. طب في المطبخ بقى والأكلات اللبناني والمطبخ الفظيع ده ولا إيه؟ كمان أنا على فكرة طباخة شاطرة؟ خاصة باللبناني كده كمان؟ ليش رفعتي إيديك؟ الحمد لله إن أنا مش قاعدة معاكي على طول عشان كنت يعني لا بس طب أنا أصلا شكلي لا أنت رائعة يعني الحقيقة. أنا عايزة أقول أنا عايزة أهنيكي إنك أنت خسيتي. انتي بتخسسي نفسك مخصوص رجيم؟ انا بعمل رياضه. بتعمل رياضه؟ رجيم. ما باكلش طبعا. اذا بدي اكل، ما انا باكل شوكليت كثير وحلويات يعني الا ما مرق لي شيء. ايوه الاكل الدسم ما باكلوش ابدا. يعني وطبخه شاطره في نفس الوقت. ايه بس حتى اكلي بالبيت، ما انا زوجي بحب الاكل الخليجي. يعني صحن الرز شو تقولوا له انتوا الرز؟ ايه هذا يوميا. يعني كل يوم بطريقه مختلفه. نعم. بالاضافه للاكلات اللبنانيه طبعا، بس بحاول انه اقلل الدسم، يعني السمنه والزيت وهدول. بتحاولي تقلليها قدر الامكان، بس ما باكل منهم. انا اكلي عندك يعني نقول عليه كنترول، عزيمه اراده صح. عندك اراده جامده انك انت تستحملي. ما هلا اذا باكل نهار حسيت انه تقلت، ثاني يوم ثلاث اربع ساعات رياضه لازم. ثلاث اربع ساعات يعني. يعني بروح بقضي نهاري بالجيم. برافو عليك. ايه بتسلم. لا ده انا بحيي فيكي انك واخده بالك. ما شاء الله عليك. بالسنتي والملي الحمد لله. طب انا يعني عايزه اسالك، اقول لك امتى حسيتي انك ممكن تبقي مطربه مشهوره؟ هلا طبعا كان في طموح اكيد، بس كان في طموح عندك. ايه مين الشخصيه اللي قالت لك انت ممكن تبقي مطربه؟ مين اللي سمعك وقال لك؟ هلا بالبدايه طبعا انا قدمت على استديو الفن اللي خرج طبعا كثير من نجومه الساحه الفنيه، سيمون عسمر المخرج الكبير اللي نحترمه ونقدره طبعا اكيد، اللي خرج عمالقه بالفن وكثير من الاسماء الكبيره على الساحه الفنيه. طبعا كان معي استاذي اللي هو الياس ابو غزالي، اللي علمني المقامات، علمني كيف اوقف قدام الناس، علمني انه كيف كون طبيعيه طبعا. يعني اتفاعل مع الناس. ما زلت، ما انا عايزه اقول انا كنت عايزه اسالك يعني ما فيش حاجه اتغيرت برغم من ان انت خلاص بقيتي مشهوره وموفنيه؟ ما هي خبره متواضعه بس انه شوفي اول خمس دقائق او اول 10 دقائق باي مقابله او حفل او لقاء عندي العشر دقائق هدول الاولانيين. ايه فبعد شوي شوي هلا بكره شوي شوي. طيب بقى حتى معايا ده انا ما اعتقدش. لا اسم الله عليكي. شوي شوي هلا بتحسي اكثر. يعني هو اللي قدي. عموما احنا يعني عايزين نسالك سؤال، يقول لك من هي ديانا حداد؟ قبل ما تجاوبي احنا هنقول لك اجابه صغيره كده.
واذا عجبتك وافقتي عليها قولي لنا وافقت، اذا ما عجبكيش حاجه قولي لنا، فنشوف مع بعض. يلا اتفضل. ديانا حداد. قيثارة تعزف ألحانا فرعونية، وعود يعزف ألحانا عربية، وناي وإيقاع لألحان صعيدية وبدوية. إنها مقومات صوت عربي متميز. إنه صوت ديانا حداد وسط مئات الأصوات. بدا صوتها على الساحة مميزا غنيا وبعبقرية عربية. أحسنت ديانا تنويع أدائها وأتقنت لهجات عدة منها البدوية والمصرية إلى جانب الخليجية واللبنانية، فأصبح لها في كل بلد عربي عشاقها يغنون لحنا جميلا أعدته خصيصا لهم، فأصبحت بذلك نجمة العالم العربي. عاشقت ديانا صوت فيروز وأم كلثوم، ومن فن محمد عبد الوهاب وصوت وديع الصافي تزودت في رحلتها. أما عبد الحليم حافظ فله عندها مكانة خاصة، فهو يسكن وجدانها الفني. ديانا حداد من مواليد برج الميزان، عاشقت الفن وعمرها 6 سنوات فقط. على ساحل الخليج العربي في الكويت نشأت، رغم أنها لبنانية الأصل، ابنة الجنوب الذي يحميه الجبل والذي أخذت منه في صوتها قوته وعظمته. درست ديانا حداد قواعد الموسيقى وأحبت العود فأحبها، وأجادت العزف عليه فتأصلت بداخلها الموسيقى العربية. في حفلات المدرسة بدأت ديانا حداد وعمرها 8 سنوات رحلتها مع الغناء والطرب والنجاح. قدم لها أستاذها إلياس أبو غزالة جواز السفر إلى عالم الشهرة والفن، ورعى موهبتها حتى شاركت في البرنامج الشهير استوديو الفن عام 93، وتألقت وبدأت مشوار الشهرة مثل كثير من الفنانين الذين عبروا إلى عالم النجاح من هذه البوابة. حلمت ديانا أن تدرس الآثار المصرية ولكنها لم تتمكن، فدرست علوم الكمبيوتر، فأضافت تلك الدراسة إلى عقلها بعدا جديدا وعبقرية، وظفتها لصالح فنها الذي تحبه وجمهورها الذي تعشقه في كل أرجاء الوطن العربي. بدأت ديانا حداد الاحتراف بألبوم ساكن، ولكنها صعدت بقوة عندما قدمت أغنية أماني التي اشتهرت بها في كل مكان، وتوالت بعدها أعمال ديانا حداد المتميزة مثل أهل العشق، يمايا، وشاطر، والتي غنتها باللهجة الصعيدية من كلمات عنتر هلال. كذلك قدمت دويتو جرح الحبيب مع المطرب الكبير محمد العزبي، ودويتو ماس ولولي مع مطرب الراي الجزائري المحبوب الشاب خالد. حصلت ديانا حداد على جائزة أفضل أغنية معاصرة عن الأوبريت الشهير الحلم العربي. شاركت في العديد من المهرجانات مثل جرش بالأردن، قرطاج بتونس، الحب والسلام باللاذقية، ومهرجان الأغنية بمصر. شاركت في العديد من الحفلات في عدد من العواصم والبلدان العربية، من أهمها حفلات ليالي التلفزيون في مصر. ديانا حداد متزوجة من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، ولها منه ابنة اسمها صوفي. تعالوا نعيش لحظات من الصفا مع قيثارة عربية. تعالوا نعيش ساعة مع صاحبة صوت شجي وإحساس متدفق، المطربة ديانا حداد، في لقاء خاص مع لؤلؤة الشاشة العربية الإعلامية صفاء أبو السعود وساعة صفا. إيه رأيك؟ قدرنا نجاوب عن مين هي ديانا ولا؟ لا ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما خليت شيء. طب عندك إضافة كان المفروض نعملها يعني أو نحطها في الإجابة بتاعتنا؟ إيه المنطقة اللي نسيناها مثلا أو ما قلناهاش؟ أنا بحس اتطرقت لكل شيء، زواجي وعائلتي، فني، مسيرة بشكل مختصر من بداية
ساكن اللي بتحبيها. بحبها قوي. لمس ولولي. ما بعرف، يمكن الدراسة حكينا قبل شوي. احنا لسه حنتكلم طبعا مع بعض يعني. أكيد. فكرك بحاجة، الفيلم تسجيلي الصغنن اللي احنا عملناه ده، ذكريات حلوة انه يعني رجعتوني شوي لأمور يمكن أو أغاني. يعني مثلا شفت بنتي، عندي أغنية اسمها يا بنتي. من أجمل الأغنيات اللي بحبها أنا. شاطر. يا مايا. اللي طبعا اللي كان معي عدد من نجوم التمثيل طبعا بالوطن العربي. ساكن. السهرة. لو يسألوني لقيتك. تقريبا كل أرشيف ما شاء الله عندكم. فطبعا في حنين، حتى أغنية الحلم العربي. يعني عم بسترجع صوتي ما شاء الله. أنه كيف كانت، وحتى الجمعة الحلوة الأوبريت، أنه يعني أنا بعتبره أنه كان الأول من نوعه. وصح أنه يمكن طلع أوبريتات تاني وظهرت، بس هذا كان نوعا ما متكامل بالنجوم اللي فيه. تحسي أن في حاجة يعني بقوة الحلم العربي، ولا لسه ما فيش على المستوى ده؟ شوفي للصراحة في أغنية يمكن قدمها كثير من الفنانين على مناسبة وطنية، أو بحس هذا الأوبريت كان جمعنا على محبة وعدد كبير لأول مرة. طبعا قدموا أكثر من أوبريت وسمعنا عنهم، بس هذا كان له وقع مؤثر أكثر. ورجعوا حتى عملوا الحلم العربي الثاني، ما كان مثل الأول. أعرف إنك عندك حب كان للآثار، وأعتقد يمكن يكون ما زال. أكيد. إيه سر حبك للآثار؟ ما بعرف، رغم إنه بحب كتير أقرأ، بس ببعض الأحيان بخاف. يعني طبعاً عندي حب استطلاع كتير. كتب التاريخ خاصة عن الفراعنة. وطبعاً الحضارة الرومانية أكيد. والإغريقية والفينيقية. بس أكتر شيء الفراعنة، لأنه بحس لهلأ في عندهم أسرار. كثير من طبعا علماء الاثار ما اكتشفوها. في اسرار غامضه غير الحضارات الثانيه الرومانيه والفينيقيه واضحه. ففي سر بالاهرامات، خاصه بالاهرامات. أيوة. وقبل هول بحس في شيء يعني مبهم. عندك فكره انه الاهرامات الثلاثه بيحطوها في البيوت المصريه كثير ناس في شكل تمثال معدني علشان بتعمل استابيليتي في المكان. والله بتعمل ركوز، بتعمل راحة في المكان، وإذا كان في مشاكل بتريح، بتخلي بخلي المكان هادي، البيت هادي، المكتب هادي. معتقدات ولا أنه بالفعل؟ هو طبعا إحنا فراعنة بقى أي ما هالسبب. فطبعا دي حاجات متوارثة من زمان. أكيد لازم لها شيء من الصحة. أكيد أكيد، لو ما هن حاسين أنه يمكن لها أثر إيجابي ما بحطوها ببيوتهم. أكيد أكيد. وكنت عملت أنا حلقة مع الأستاذ زاهي حواس المتخصص في الفراعنة بقى والآثار، والحلقة كانت كلها معلومات عن الحكاية دي وعن الكحل المصري وعن حاجات كتيرة عن الفراعنة. بما إنك بتحبي بقى تابعي لما نبقى نعيد إن الحلقة. أكيد. إن شاء الله. أنا بحب، بس بنفس الوقت بخاف. يعني لما بتوصل على قصة المقابر الفراعنة بقول لهم ستوب. مش أنا. خلاص. بتخافي من الغموض، من الحاجات الغامضة يعني؟ أكيد. حتى إذا في شخص قدامي مش مريحني، بحس إنه مثل ما قلت قبل شوي مبهم. يعني مش واضح. بخاف أتعاطى معه، ما بقدر أوثق فيه. طب إيه أول حاجة أو أول انطباع يحسسك ما ترتاحيش للشخص فيه؟ نظرته العيون. سبحان الله، أنا بحس العيون مرآة الشخص طبعا. بتكشف. أكيد. وأنا بقول طبعا بالقلب دائما بيظهر. صحيح. سواء سلبي أو إيجابي بيظهر. صحيح. على الشخص بيظهر. صحيح أكيد. طب أنا عايزة يعني أقول لك، أنت بتحبي الفراعنة، بتحبي الآثار، مين الملكة أو الأميرة الفرعونية اللي حبيتيها وحبيتي أنك ممكن يعني تحسي أنك تكوني هي؟ كليوباترا. كليوباترا. لأنه يمكن أكثر شخصية طبعا نسائية يعني فرعنة، أنه عرفت اتشهرت وطبعا تداول الكثير من الكتاب والقراء. طب ليه كانوا بيقولوا على نيفرتاري جميلة الجميلات؟ ونيفرتيتي كمان. ونيفرتاري ونيفرتيتي. ايه. لما انت بتحبي كليوباترا عشان عاطفيه وجميله كثير. قبل شوي مزين انت. بس بيقال انه كليوباترا صحيح لبست الزي الفرعوني وعاشت في بس هي اصلها مش فرعوني.
كليوباترا اصلها مش فرعونيه. مش فرعونيه؟ لا مش اصلها الفرعوني. اللي هي معلومة جديدة. نفرتيتي نفرتاري دول اصلهم فراعنه من السلاله. دول اصلا يعني فراعنه، انما هي طبعا تعتبر بنعتبرها من الفراعنه، بس هي مش اصلها بيور فرعونيه يعني. بس انه بتعرفي المتعارف عليه ايه يعني، حتى في افلام طبعا انعملت عن الشخصيه وافلام عالميه اكيد. ف ما بعرف، هي حكمت مصر بس مش فرعونيه، حكمت مصر. انا ليت لكن اخذي فكره، ما بعرف يمكن لانه نحن وصلنا هالمعلومه يمكن. ممكن يمكن ما بحثتيش في المعلومه يعني، وخاصه انه الفيلم جميل وهي قصه حب جميله. صحيح قصه كليوباترا طبعا. ولكنها قصه سمموا اخر شيء حزينه شويه في الاخر، زي قصص الاوبرا اللي بتنتهي كلها ماساويه يعني، روميو وجولييت كلها قصص ماساويه عموما. يعني بعد كل الحب للاثار واضح من كلامك، بعد تفكيرك في الملكات وفي الفراعنه وفي الحاجات دي، ما دخلتيش او ما جيتيش مصر تدرسي الاثار؟ يعني ما فكرتيش ليه الدراسه دي وتغير خط حياتك ورحتي للكمبيوتر؟